نروح مع حضراتكم الموضوع تاني. مشروع النيل ده اسم المشروع اللي بيمثل مصر في مايو 2023. امبارح اعلن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بداية تنفيذ المشروع اللي تم اختياره من قبل لجنة مختصة من بين عدد كبير من المشروعات. هيكلمنا عنها طبعا وعن المشروع الفائز المهندس محمد ابو سعدة رئيس جهاز التنسيق الحضاري. صباح الخير عليك يا باشمهندس. صباح الخير بحضرتك. يا اهلا بيك يا فندم. في البداية عايزين نتعرف من حضرتك ايه هو بينالي فينيسيا واهمية المشاركة المصرية فيه. طبعا بينالي فينيسيا للعمارة هو من اهم المحافل الدولية في مجال العمارة. هو بيبقى فيه دورة للفنون ودورة للعمارة، ومصر حريصة للمشاركة فيه من فترة طويلة، وتعتبر الدولة العربية والأساسية الوحيدة بتمتلك جناح دائم في البنالي. ومصر فازت في التسعينات بالأسد الذهبي، اللي أتمنى إن شاء الله يعني يتكرر الفوز تاني، وإن المشروع السنة دي يعني نقبل إن يكون من المشاريع اللي تحصل على جوائز في البنالي السنة دي بإذن الله. البنالي كل سنة بيطرح تيمة من خلال متخصصين كوميسير في البنالي. السنة دي كانت التيمة هي معمل المستقبل، رؤية العمارة هيكون لها دور إيه في المجتمع في المستقبل، وكل دولة بتشارك من خلال رؤيتها إن دور العمارة فيها هيكون شكله إيه، وإيه الطرح اللي هتقدمه العمارة للمجتمع في المستقبل. المشروع اللي فايز بيمثل مصر السنة دي في الدورة ال 18 هو مقدم من مجموعة شباب معماريين ومخططين، وده أنا ببقى سعيد جدا لأن على مدار السنين في البنالي، وكان الجهاز القومي للتنسيق الحضاري هو الجهة المنظمة اللي بتمثل وزارة الثقافة في طرح المسابقة وفي متابعتها لحين تنفيذها هناك في فينيسيا، ان كلهم شباب معماريين طموح عنده افكار جميله احنا بنلاقيها في تحكيم المشروعات المتقدمه. السنه دي المشروع اللي فاز بيتكلم عن النيل كمصدر للحياه، ايه ممكن يكون دوره في المستقبل بالنسبه لمجالات كتير في المجتمع. وبالتالي بنجهز حاليا الاعداد بقى لتنفيذ العمل ده، علشان ان شاء الله هيكون افتتاح البنالي في مايو القادم وبيستمر الى نوفمبر 23. طيب باشمهندس، حضرتك اتكلمت عن المسابقه اللي بتتم لاختيار هذا المشروع اللي هيشارك اصلا في بنالي فينيسيا. لو حضرتك تكلمنا عن هذه المسابقه ولماذا يعني هذا المشروع تحديدا، مشروع النيل هو اللي فاز، ايه العوامل اللي توفرت في هذا المشروع عشان يفوز ويمثل مصر في هذه المسابقه؟ طبعا احنا كل سنه لما بنطرح المسابقه بنحدد لجنه التحكيم. لجنة التحكيم بتكون من كبار الأساتذة والمعماريين، بيحطوا معايير لتقييم العمل وإزاي هيتم اختيار العمل الفائز. من أهم المعايير إنه يكون بيحقق التيمة اللي مطروحة من كوميسير البنالي، وأيضا إمكانية التنفيذ، لأن طبعا إحنا بنصنع العمل هنا وبنشحنه هناك، وبالتالي استخدام المواد الصديقة للبيئة، تحقيق الفكره التصميميه، الالتزام بالمعايير وبالقرارات الشروط المطروحه من المسابقه. هايل يا فندم، طبعا يعني بتمنى يعني كل التوفيق لمشروع النيل باذن الله. بنشكر حضرتك جزيل الشكر مهندس محمد ابو سعد رئيس جهاز التنسيق الحضاري.